المشهد محدش مبسوط منه، يعني مفيش حد في مصر تلاقيه بيدافع عن اللي حصل ده النهارده، يعني محدش هيجي يقول يا جماعه لا اصله كذا اصل، يعني مفيش حجج النهارده. شيء سيء، شكلنا وحش، وسيبكم من حكايه قدام العالم وبره، لانه انت بتوصل لمرحله حتى ان بره مش هيبصلك، لانه يعني اللي انت بتعمله ده لا يليق انه يبان بره، يعني انه حد يتابع دوله بيجرى فيها الكلام ده، فيعني مفيش حتى بره، انما جوه الناس كلها متضايقه، الناس كلها مش مبسوطه، ولقاء قمه. طيب انت انسحبت خلاص، ما تجيش عادي، مش جاي دايم، انا منسحب مش جاي، مش لاعب، عندك مبررات، عندك بطولة أفريقيا، عندك فرق قوية، مش عايز تروح، معترض، منسحب، إنما إيه لازمة المسرحية اللي اتعملت؟ خليني أقول لحضراتكم جملة، وأنا قليل لما أستخدم يعني كلمة عاملة كده، جملة فاصلة، فاصلة. أتوبيس بتاع نادي الزمالك وأتوبيس النادي الأهلي أيضاً تقليدياً، مش بس النهاردة، عندما يخرجان من المكان اللي بيبقى فيه اللعيبة سواء كان معسكر في نادي أو في فندق بيطلع معاه الأمن، دي حقيقة عارفينها بقالنا 50 سنة، وعارفين النهاردة بالتحديد علشان المطر والآخره إنه الأتوبيسات طلعوا معاها أمن. سؤال بسيط، الأمن اللي كان ماشي قدام عربية الزمالك، عربية الزمالك عملت إيه؟ مفيش، أنا ما بسألش أكتر من كده، أنا مش راضي بحكم حد، أنا بتكلم على الأمن المصري، جهة رسمية مصرية، ماذا فعل أتوبيس الزمالك؟ هل بالفعل أتوبيس الزمالك بعد ما طلع من النادي بشوية راح واقف ونزلوا اشتروا مية؟ هل بالفعل أتوبيس الزمالك بعد شوية نزلوا اللعيبة من الأتوبيس ودخلوا جامع ليقضوا حاجاتهم ويصلوا العشاء؟ هل صحيح إن بعد شوية وقفوا الأتوبيس ونزلوا اللعيبة وفتحوا الكبوت بتاع العربية من ورا ووقفوا جنبه؟ هل صحيح إن اللعيبة والأتوبيس راح نازل رمسيس بدل ما يكمل في كوبري أكتوبر؟ المسؤول الأول قدام المصريين كلهم هو الأمن المصري، مش مسؤول إن هو وصل أو ما وصلش، مسؤول إن هو يقول لنا الحقيقة، كيف صار أتوبيس الزمالك؟ هو ده الكلام.